هستلمها منك ازاي؟ 14 ريبورت في 250 طالب، يعني المفروض هستلم منكم في السنه 3500 ريبورت. فاكيد اكيد انا مش هصحح مانولي، كل حاجه بتبقى اوتوميتد. انا بطلب منك انك تسلم ماتلاب فايل، يعني الاكستنشنز بتاعته دوت ام، وبترفعه على درايف، وهو اوتوماتيكلي بيخش على سكريبت وبيتصحح وانت بتاخد درجتك. بس عشان يتصحح صح انت لازم تفولو الكونفنشنز اللي هقول لك عليها. يعني الكونفنشنز مثلا وهنتكلم عنها الاسبوع الجاي، ان لازم اسم الفايل يبقى الستودنت كود بتاعك، ولازم يبقى الفورمات بتاعه ماتلاب. لو انت سلمت حاجه تانية السكريبت مش هيقراها وبالتالي مش هتاخد درجتك. فانا بتفق معاكم من الاول انك لازم تفولو الانستراكشنز اللي انا هقول لك عليها في التسليم، لالا الاوتوماتيك جريدنج مش هيشتغل، والعدد كبير جدا. فانا مش هقدر اصحح مانولي، ما اقدرش امسك 3500 ريبورت اصححهم بايدي. فلو انت نسيت الانستراكشنز الريبورت بتاعك درجته هتضيع. الكويز برضو هيبقى اونلاين وهيتصحح اوتوماتيك، الاساينمنت هيبقى اونلاين وهيتصحح اوتوماتيك. الحاجه الوحيده اللي هصححها بايدي هي الميد تيرم. تمام. طيب نبتدي نتكلم عن الماده. الماده دي سرها في المحاضرات، اللي الدكتور بيقوله في المحاضره بيجيبه زي ما هو في الامتحان وامتحانات السنين اللي فاتت. فان شاء الله هحاول انزل لكم الامتحانات بحلولها زي ما عملت السنه اللي فاتت، وانا على قد ما اقدر بحاول ان انا اشوف معاكم المحاضرات عشان افهم دماغ الدكتور واقول لك عليها في السكشن. تمام. مادة الكنترول عادة الناس ما بتبقاش حباها، فأنا هحاول على قد ما نقدر إن إحنا في السكشن أفهمك أنت بتعمل إيه بحيث إن أنت تحبها وفي نفس الوقت تجيب فيها تقدير. يعني حابة الموضوع يكون لطيف، أنت تستفاد وأنا في نفس الوقت أحس إني بساعدك، ما نحسش إن الموضوع عبء على الناس. أنا عارفة السنة دي الناس حاسة بلود شوية أو بريشر عشان لسه داخلين القسم، فإحنا عايزين نسهل الأمور شوية. تمام؟ الناس سامعاني؟ تمام. طيب النهارده هنعمل ايه؟ النهارده هناخد ريفيجن على لابلاس وانفرس لابلاس ترانسفورم. طيب كلكم خدتوا لابلاس؟ قبل ما ابتدي اقول لك يعني ايه، يعني ازاي بنعمل لابلاس او المعادلات، عايزه افهمك ايه اصلا اللي بيخلينا نروح لاي ترانسفورميشن في الدنيا. ساعات الفانكشنز في التايم دومين بتكون صعبه، فبنحتاج ان احنا نرميها في دومين تاني زي الفريكوانسي دومين مثلا. فدي لازمة الترانسفورمز، ان شكل الفانكشن ممكن يكون معقد جدا في التايم دومين وانت مش قادر تتعامل معاها، فبنقدر نفهمها او نشوفها بشكل احسن في الفريكونسي دومين. الفريكونسي دومين ده اللي هو ساعات بنسميه الاس دومين. هو الاس حقيقة مش الفريكونسي، هي جي في الفريكونسي، بس هو ممكن نقول ان هو لازمة لابلاس ترانسفورم انك تاخد السيجنال من التايم دومين وترميها في الاس دومين اللي هو يعني الفريكونسي دومين. طب اعمل كده ازاي؟ يعني انا عندي فانكشن في التايم اف اوف تي، اي فانكشن في الدنيا، ساين 5 تي، كوزاين 5 تي، اكسبوننشال 4 تي، اي فانكشن في التايم، لو انت عايز تجيب اللابلاس ترانسفورم بتاعها هتطبق معادله بسيطه جدا. هتكامل الاف اوف تي من 0 لانفينيتي وتضربها في اي باور نيجاتيف اس تي، وطبعا احنا بنكامل بالنسبه للتايم، يعني تكامل دي تي. تعالى ناخد اكزامبل. طبعا الماس اللي في الموضوع لغايه دلوقتي مش عليك، انت عليك بس تكون عارف كل فانكشن لابلاس ترانسفورم بتاعها عامل ازاي. هعمل لك الماس اللي في الموضوع في فانكشن واحده بس، والباقي مش لازم نمشي الستبس بتاعته. تعالى نتخيل ان احنا عندنا ستيب فانكشن. ايه هي الستيب فانكشن؟ اللي هي فانكشن ثابته عند قيمه معينه، عند رقم ايه ده ممكن يبقى 5 6، المهم ان قيمه الفانكشن دي ثابته عند الرقم ده. لو انت عايز تجيب اللابلاس ترانسفورم بتاعها هروح اطبق المعادله عادي جدا. هكامل من 0 لانفينيتي الاف اوف تي اللي هي الاي، وهضرب في اي باور نيجاتيف اس تي دي تي. الاي رقم كونستنت هيخرج بره التكامل. الاكسبوننشال التفاضل بتاعه اكسبوننشال زي ما هو، بس هاخد النيجاتيف اس تي دي، هاخد النيجاتيف اس لان انت بتكامل بالنسبه لتي، فنيجاتيف اس ده اكنه رقم كونستنت، فهتقسم على اس هيبقى النيجاتيف 1 على اس، وهتعوض من 0 لانفينيتي. لما تعوض من 0 لانفينيتي اي باور نيجاتيف انفينيتي ب 0 واي باور نيجاتيف 0 ب 1، ففي الاخر هتطلع اي اوفر اس. هل انت محتاج تطبق الخطوات دي في الامتحان؟ لا، انت اللي محتاجه في الامتحان انك تكون عارف ان الستيب فانكشن اللابلاس ترانسفورم بتاعها اي اوفر اس. يعني لو عندك مثلا 5، الاول اقول لك ايه بقى اليو اوف تي دي. في حاجه بقى بنقول عليها اليونت ستيب فانكشن. يعني ايه يونت ستيب فانكشن؟ يعني ستيب فانكشن بس ثابته عند رقم واحد.
زي ما انت شايف الرسمه الخضراء دي هي step function برضو، يعني ثابته بس ثابته عند رقم واحد. ففي step function وفي unit step function. ال step function هي constant function بس عند اي رقم 4 5 100 مليون، لكن ال unit step function هي ثابته بس عند رقم واحد. طيب وبتاخد الرمز ال u of t. هنا بقى هو بيقول لك انا عايز اللابلاس ترانسفورم بتاع 5 u of t، يعني اكنه بيقول لك انا عايز اللابلاس ترانسفورم بتاع 5 اللي هي حاجه كونستنت. طب ايه لازمه اليو اوف تي؟ هو دايما اي فانكشن في المنهج بيقوم ضاربها في اليو اوف تي عشان يقول لك ان احنا بنبتدي من عند تايم ايكوال 0، يعني ان الفانكشن دي قبل تي ايكوال 0، يعني لما التايم يبقى بالنيجاتيف هي مش موجوده. فاي فانكشن في الدنيا واحنا ماشيين في السلايد هيقول لك مثلا ساين اوميجا تي مضروبه في اليو تي، لازمه اليو او الستيب فانكشن دي ان هو يقول ان الفانكشن بتاعتي بزيرو لما التايم يبقى بالنيجاتيف، وده طبيعي لان احنا بنتعامل مع كنترول سيستمز اللي هي ريال سيستم. اي ريال سيستم في الدنيا مش بيشتغل عند تايم في نيجاتيف لان مفيش اصلا تايم بالنيجاتيف. فدايما وانت بتحل اعتبر ان اليو اوف تي دي مش موجوده، يعني ما تخليهاش تزعلك، شوف بس الخمسه. الخمسه رقم كونستنت، واحنا قلنا ان اي رقم كونستنت اللابلاس بتاعه a اوفر s، فيبقى 5 اوفر s. لو مشيت بنفس الطريقه، لو احنا عندنا الرامب فانكشن، الرامب فانكشن دي اللي هي t، a في t 5 t 4 t 8 t مليون t، رقم ثابت في t. لو عوضت برضو في التكامل هتلاقي ان اللابلاس بتاع ال a اوف t بيبقى a على s سكويرد. For example مثلا لو قال لك هات اللابلاس ترانسفورم بتاع 5 t، هيبقى a على s سكويرد، فهيبقى 5 على s سكويرد. هتقول لي طب واليو اوف تي؟ اليو اوف تي دي اكنك مش شايفها، اليو اوف تي دي بس لازمتها انه يقول لك ان الفانكشن بتاعتي شغاله طول ما التايم اكبر من زيرو، لكن لما التايم يبقى اقل من زيرو هي مش موجوده اصلا بصفر. تعال ناخد فانكشن ثالثه الاكسبوننشال فانكشن. الاكسبوننشال فانكشن اللي هي a في e باور نيجاتيف الفا t، اللابلاس ترانسفورم بتاعها بيكون عامل ازاي؟ بيبقى a على s بلس الفا. فور اكزامبل لو انت عندك 6 في e باور نيجاتيف 3 t، هتبقى a على s بلس الفا، فهتبقى 6 على s بلس 3. هنا بقى عايز اقول لك تاخد بالك من عكسه الساين، احنا بنقلب الاشاره، يعني نيجاتيف 3 t لما بتروح لبلس بتبقى بلس 3، يعني نيجاتيف 5 هتبقى بلس 5، نيجاتيف 6 هتبقى بلس 6. رابع حاجه الساين والكوزاين، ودول اشهر حاجتين بنستخدمهم والدكتور بيحب يجيبهم قوي في الامتحان. لو انت عندك a ساين اوميجا t، ال a ده رقم كونستنت والاوميجا رقم كونستنت برضو، يعني ممكن تبقى 4 ساين 3 t، 6 ساين 13 t. اللابلاس ترانسفورم بتاعها هيبقى a اوميجا على s سكويرد بلس اوميجا سكويرد. ونفس الكلام ده بنلاقيه في الكوزاين، الكوزاين زيها بالظبط بس بدل ما هنا في اوميجا الكوزاين بيبقى هنا s، بتبقى a s على s سكويرد بلس اوميجا سكويرد. فالساين والكوزاين هما الاثنين بيكونوا قريبين جدا من بعض، الفرق ان الساين a اوميجا والكوزاين a s. تعالى ناخد اكزامبل، لو قال لك هات اللابلاس ترانسفورم بتاع 4 ساين 3 t، طبعا سيبك من اليو اوف تي دي احنا بنعتبرها مش موجوده. طيب احنا قلنا a في اوميجا على s سكويرد بلس اوميجا سكويرد، ال a بتاعتك ب 4 ادي ال a، والاوميجا بتاعتك ب 3 ادي ال 3، وتحت هيبقى s سكويرد بلس اوميجا سكويرد، يبقى s سكويرد بلس 3 سكويرد، يبقى 12 على s سكويرد بلس 9. في اي مشاكل لغايه دلوقتي؟ طيب اخر حاجه عندنا الامبلس فانكشن. الامبلس فانكشن يا جماعه هي فانكشن معرفه بس عند t equal 0 ومش معرفه في اي مكان تاني، يعني defined بس عند time equal 0 ومش defined في اي time تاني. امبلس هي دي شكل الامبلس فانكشن، تمام؟ طيب احنا عايزين نعمل ايه؟ نشوف اللابلاس ترانسفورم بتاعها. اللابلاس ترانسفورم بتاع الامبلس بيبقى ب 1، فلو قال لك هات اللابلاس ترانسفورم بتاع 6 في امبلس اوف تي، السته هتنزل زي ما هي والامبلس اللابلاس بتاعها بواحد، فسته في واحد هيطلع بسته. دي مشهوره جدا برضو لان هي الفانكشن الوحيده اللابلاس ترانسفورم بتاعها بواحد.
في شوية properties في Laplace transform بنستخدمهم كتير قوي، لو انت مش عارفهم مش هتعرف تحل في الامتحان. ايه properties بتاعت Laplace transform؟ اعتقد خدتوهم السنة اللي فاتت بس هنعيد عليهم. اول حاجة الشيفت في التايم دومين بيبقى ضرب في exponential في الفريكوانسي دومين. بمعنى ايه؟ لو انت عندك function اسمها sin omega t، بس سيبك من الاربعة دي اعتبرها مش موجودة، sin omega t لو راحت الاس دومين هتبقى ايه؟ هتبقى اوميجا على اس سكويرد بلس اوميجا سكويرد. طب لو انت عملت الشيفت في التايم دومين، يعني بدل التي خليتها تي بلس 4، اكنك عملت شيفت باربعه سكندز، الشيفت في التايم دومين بيتحول لضرب في اكسبوننشال في الفريكونسي دومين، فهيبقى اي باور 4 اس. بس خد بالك بقى هنا الساينز بتبقى واحده، يعني لو عملت شيفت بالبوزيتيف هيبقى exponential positive، لو عملت shift بالنيجاتيف هيبقى exponential negative برضو. تمام؟ يبقى دول دايما ايه، خليهم يعني احفظهم كده، الشيفت في التايم دومين ضرب في exponential في الاس دومين. دي اول property. العكس بقى بيحصل، تاني property يقولك ايه، لو ضربت في exponential في التايم دومين هيبقى ضرب في s في الفريكونسي دومين. ازاي؟ يعني مثلا لو انت عندك ال f of t بتساوي 2، 2 ده رقم ثابت، واحنا قلنا الرقم الثابت ال f of s بتاعه بيبقى 2 على s، فاكرين ال a كانت a على s، فال 2 هيبقى 2 على s. لو انت جيت بقى ضربتها في exponential e power negative 2t، الضرب في exponential في التايم دومين بيبقى الشيفت في ال s دومين، فاكنك هتشيل كل s وهتحط مكانها s plus 2. بس هنا بقى بنعكس الإشارة، يعني لو الإكسبوننشال نيجاتيف الشيفت هيبقى بوزيتيف، يعني e باور نيجاتيف 2t بقت s بلس 2. يبقى لغاية دلوقتي الـ two properties دول شبه بعض، إن الشيفت في التايم دومين ضرب في إكسبوننشال في الـ s دومين، والعكس صحيح، لو ضربت في إكسبوننشال في التايم دومين هيبقى الشيفت في الـ s دومين. تمام؟ طيب، فاضل two properties كمان، إيه الـ properties دي؟ الديفرنشيشن في التايم دومين بيبقى ضرب في اس في الاس دومين. يعني ايه؟ يعني لو انت عندك الاف اوف تي اللابلاس بتاعها اف اوف اس، لو انت عملت للاف اوف تي دي تفاضل في التايم دومين، ده هيظهر ازاي في الاس دومين؟ هيبقى كأنك ضربت في اس في الاس دومين. طب لو انت فضلت مرتين الاف اوف تي هيبقى كأنك ضربت في اس سكويرد. طب لو انت فضلت n مرات هتبقى اكنك ضربت في s باور n في الاس دومين. في بقيه بقى للاكسبريشنز، ان انت بتاخد s في الاف اوف 0 ماينس الاف داش اوف 0، الاف دي اللي هي في الاف في التايم دومين، بس عاده في كل المسائل بيبقى مدي لك الانيشال كونديشنز ب 0، فبتلاقي ان دايما الترم ده طار اصلا خالص، يعني الاف اوف 0 والاف داش اوف 0 دايما في معظم المسائل هتلاقيهم طاروا مش موجودين. فدايما نحفظها للناس ازاي؟ لو فضلت مره هتضرب في s، فضلت مرتين s سكويرد، فضلت n مره هتضرب في s باور n. دي كده بنسميها الريال ديفرنشيشن ثيرم. العكس صحيح، لو انت ضربت في t في التايم دومين هيبقى تفاضل في ال s دومين، ولو ضربت في t باور n هيبقى تفاضل n مرة. بس خد بالك بقى في تريك هنا، ان احنا بنضرب في نيجاتيف 1 باور n، فلو t باور 2 هيبقى نيجاتيف 1 باور 2 اللي هو بواحد، لكن لو t باور 3 هيبقى نيجاتيف 1 باور 3 اللي هو نيجاتيف 1، ففي نيجاتيف ساين كده دايما الناس بتنساها. يبقى الناس تركز كويس قوي في البوينت دي. يبقى لو انا فضلت في التايم دومين اكني ضربت في s في الاس دومين، العكس يحصل، لو ضربت في t في التايم دومين يبقى اكني فضلت في الاس دومين. تعال ناخد اكزامبل ونشوف هنحل ازاي. الكلام ده موجود في الشيت، يعني بيقول لك هات لابلاس ترانسفورم بتاع t في e باور نيجاتيف t في ساين 5 t. لو انت بصيت لها كده من غير ما تفكها واحده واحده مش هتعرف تحلها، لان مفيش حاجه من الحاجات المحفوظه فيها الاكسبريشن ده. يبقى لازم نمسك واحده واحده. امسك اول حاجه تبدا بيها المساله الساين والكوزاين. امسك كده ساين 5 تي، احنا قلنا الساين بيبقى اوميجا سكويرد على اس سكويرد بلس اوميجا سكويرد، الاوميجا بتاعتك بخمسه فيبقى خمسه
طيب هي الناس سامعاني ولا النت فصل؟ تمام يا باشمهندس سامعيني تمام. طيب خلونا نكمل. هنبدأ أول حاجة زي ما قلت لكم بساين 5 تي، دايما نبدأ بالساين وكوزاين عشان بيبقوا أرخم حاجة في الإكسبريشن. إحنا قلنا إن الساين بتتحول لأوميجا سكويرد على إس، بتحول لأوميجا على إس سكويرد بلس أوميجا سكويرد، الأوميجا عندك بخمسة. فهيبقى خمسة على إس سكويرد بلس أوميجا سكويرد اللي هو 25. طيب شوف الجزء التاني، مش أنت ضربت في إكسبوننشال؟ احنا اتفقنا ان الضرب في اكسبوننشال في التايم دومين بيبقى الشيفت في الفريكوينسي دومين. فانت ضربت في اي باور نيجاتيف تي يعني نيجاتيف 1، فهتعمل شيفت ب 1، فهتشيل كل اس وتحط مكانها اس بلس 1، فبقى اس بلس 1 سكويرد. تعال ناخد الترم الثالث، احنا ضربنا في تي، احنا اتفقنا ان الضرب في التايم اهي موجوده قدامك فوق، الضرب في التايم بيبقى تفاضل في الاس دومين، فاكنك هتاخد الاف اوف اس دي وتعمل لها تفاضل نيجاتيف دي باي دي اس. لما تعمل لها تفاضل وتدخل النيجاتيف هيطلع لك الشكل ده. فدايما اول حاجه تبدا بيها الساين والكوزاين. تمام؟ طيب ناخد اكزامبل تاني. عندنا هنا هات اللابلاس برضو في الشيت. بيقول لك عايزين اللابلاس بتاع تي سكويرد في اي باور نيجاتيف اي تي في اليو تي. اليو تي قلنا اكنك مش شايفها خالص. فهنبدا بالاي باور نيجاتيف اي تي. الاي باور نيجاتيف اي تي قلنا الاكسبوننشال بيبقى 1 على اس بلس اي. فهيبقى 1 على اس بلس اي. ضربت في التايم سكويرد، قلنا لما نضرب في التايم مرتين يبقى هفاضل مرتين. اهو نيجاتيف 1 باور ان على دي ان. يا جماعة في حد فاتح المايك لو سمحت اعمل ميوت. بصوا يا جماعة انا مش بيفرق معايا موضوع الغياب، يعني انت لو دخلت دقيقة واحدة بس السكشن واسمك اتكتب في الشيت انا بريكورد الاتندنس بتاعك اوتوماتيكلي. انا مش بفتح الشيت بايدي، بدخله برضو على سكريبت بيجريد اوتوماتيك. فانت مش محتاج تحضر السكشن لو انت مش عايز تحضره، لو حد وكده كده بيتسجل، فلو انت عايز تحضره في اي وقت تسمعه في اي وقت دي حريتك الشخصيه. عايز تدخل دي او مش عايز تحضر خالص برضه دي حريتك. ف do not stress yourself على الاتندنس، مش عايز تحضر ممكن ما تحضرش عادي. طيب دلوقتي زي ما قلت لك الاي باور نيجاتيف اي تي بيبقى قصدها 1 على اس بلس اي. لما نضرب في التايم مرتين هنفاضل مرتين، فهتاخد الواحد على اس بلس اي دي تفاضلها مرتين، فهيبقى 2 على اس بلس اي باور 3. وطبعا هتضرب في نيجاتيف 1 باور 2، نيجاتيف 1 باور 2 اللي هو ب 1 اصلا فاكنه مش موجود. تمام؟ حاجه بس عايزه افكرك بيها عشان هنحتاجها في انفرس لابلاس، البولز والزيروز بتاعت الاف بتاعت اي فانكشن في الدنيا. يعني ايه البولز ويعني ايه الزيروز؟ الزيروز من اسمها ايه القيم بتاعت الاس اللي تخلي الاف اوف اس بزيرو، عشان كده بنسميها الزيروز بتاعت الفانكشن. فهنا مثلا ايه الزيروز بتاعت الفانكشن دي؟ لو خليت الاس بتاعتك بزيرو النيوميريتور كله هيتصفر فالفانكشن هتبقى بزيرو، ولو خليت الاس بتاعتك بنيجاتيف 1 برضو النيوميريتور بتاعك هيتصفر فهتبقى بزيرو. اذا الزيروز بتاعتك هي الاس باشمهندس. الصوت حضرتك قطع. الصوت قطع يا باشمهندس. طيب الصوت قطع من اول امتى؟ اخر حاجه سمعتوها ايه؟ بعد البولز. بولز اوف زيروز بعدين. تمام، الزيروز هي القيم اللي بتخلي الاف اوف اس بزيرو.
فلو انت حطيت الاس بتاعتك equal 0 هتلاقي الاف اوف اس بزيرو، ولو حطيتها بنيجاتيف 1 برضو الاف اوف اس هتطلع بزيرو. طيب البولز، البولز هي القيم اللي بتخلي الاف اوف اس بانفينيتي، فعشان تخلي الاف اوف اس بانفينيتي لازم الدينومينيتور يطلع بزيرو. فايه القيم اللي تخلي الدينومينيتور بزيرو؟ حاجه من ثلاثة، يا الا الاس equal نيجاتيف 2، يا الا الاس equal نيجاتيف 3، يا الا الاس equal نيجاتيف 4. من الاخر كده يعني الزيروز هي القيم اوف اس اللي تخلي النيوميريتور بزيرو اللي هو البسط بزيرو، والبولز هي القيم اللي بتخلي الدينومينيتور اللي هو المقام بصفر. تمام، دي هنحتاجها في انفرس لابلاس، مش يعني مش دلوقتي. طيب انا كده خلصت لابلاس ترانسفورم، هنبدا دلوقتي في انفرس لابلاس، بس ممكن ناخد بريك 5 دقايق. حد عنده اي اسئله قبل ما شفت السلايدز؟ مش مهندسه، ممكن نخليهم 10 دقايق بس عشان الصلاه. تمام 10 دقايق. هندسه عندي سؤال. اتفضل. هو الشيت اللي حضرتك قلتي عليه ده المفروض نسلمه او حاجه ولا لا؟ لا، الشيت ده فيه المسائل، الشيت عادي اللي احنا بنحله. انت الاسبوع ده مش هتسلم اي حاجه، انا هقول لك هتسلم ايه الاسبوع الجاي. طب احنا ممكن نعمل ستوب ريكوردنج ونسجل واحد تاني مش مهندسه يعني، عشان ممكن نعمل ستوب ريكوردنج وابقى ارجع ستارت ريكوردنج تاني. طيب المره اللي فاتت اتكلمنا على لابلاس ترانسفورم، دلوقتي هنتكلم عن انفرس لابلاس ترانسفورم. انت دلوقتي خدت السيجنال في الاس دومين، عملت عليها شويه اوبريشنز، ما لازم ترجع تاني بقى للتايم دومين. خد بالك الاس دومين ده عالم افتراضي، يعني انت رايح في حاجه ايماجينري، فاحنا لازم نرجع تاني بقى التايم دومين. فلازم يكون في طريقه ارجع بيها من الاف اوف اس للاف اوف تي، هي طريقه معادله سخيفه ومعقده فاحنا مش بنستخدمها. اما الحل ان احنا بنعمل ايه؟ بنشتغل بالجداول. يعني ايه بالجداول؟ يعني مثلا انت عارف انه الرامب في التايم دومين بتبقى ايه على اس سكويرد في الاس دومين، فانا لو شفت ايه على اس سكويرد هكون عارفه ان اصلها اي في تي. عارف مثلا ان الساين بتبقى اوميجا على اس سكويرد بلس اوميجا سكويرد، فانا لو لقيت الشكل ده هرجع في التايم دومين بالساين. عارف ان الشيفت في التايم دومين بيبقى ضرب في اكسبوننشال في الفريكوينسي دومين، وعارف ان الضرب في اكسبوننشال في التايم دومين بيبقى شيفت في الاس دومين، وعارف ان التفاضل في التايم دومين هو ضرب في اس في الفريكوينسي دومين والعكس الصحيح. فاذا في حاجات انت اوريدي عارفها هنشتغل بيها رايح جاي بقى بالجدول. تعال ناخد اكزامبل. يعني مثلا انت عارف ان اي باور نيجاتيف 5 تي لما اروح بيها الاس دومين هتبقى 1 على اس بلس 5، يبقى انت لو شفت الاف اوف اس بتساوي 1 على اس بلس 5 وقلت لك ارجع التايم دومين هتروح بالجدول هتلاقي ان هي اي باور نيجاتيف 5 تي. بس المشكله ان المسائل مش بتيجي سهله كده، يعني مش هتلاقي مثلا في الامتحان جاي لك 1 على اس بلس 5، بيجي لك اكسبريشن معقد زي ده اس بلس 3 على اس بلس 1 واس بلس 2، فده انت مش هتعرف تتصرف معاه، ده مش هتلاقيه في الجدول. فالحل ايه بقى؟ الحل بيكون حاجه من الاربعه عشان تعمل انفرس لابلاس ترانسفورم، وهقول لك امتى تستغل او تستخدم كل طريقه من الاربعه دول. في حاجه اسمها البارتشال فراكشن او اللونج ديفيجن او طريقه الريبيتد بولز او الكونجوجيت بولز. تعالى نبدأ بالبارتشال فراكشن. البارتشال فراكشن ده انت خدته السنة اللي فاتت في تانية كهرباء، ان انا لو عندي فانكشن بالشكل ده s بلس 3 على s بلس 1 مضروبة في s بلس 2 ممكن اقسمها، عشان كده اسمها بارتشال فراكشن، فراكشن الجزئي. ممكن اقسمها ل a1 على s بلس 1 و a2 على s بلس 2. طب انا ليه ممكن اعمل كده؟ هتعمل كده عشان الشكل ده، بس اشغل الماركر عشان اعرف اشاور لك انا بتكلم عن ايه. عشان الشكل ده اللي هو a1 على s بلس 1 والشكل ده اللي هو a2 على s بلس 2 دي اشكال مبسطه تعرف تشتغل بيها من الجدول، لكن المنظر ده عمرك ما هتلاقيه في الجدول. يعني مش هتلاقي في الجدول s بلس 3 على s بلس 1 مضروبه في s بلس 2، بس هتلاقي a1 على s بلس 1 وهتلاقي a2 على s بلس 2. تمام، عشان تستخدم طريقة البارتشال فراكشن لازم يكون الباور بتاع الدينومينيتور
اكبر من الباور بتاع النيوميريتر. غير كده الطريقه دي ما ينفعش. الناس بتاعت الماس بتقول لك كده بعيدا عن اثبات الموضوع يعني، عشان نستخدم الطريقه دي الباور اللي تحت لازم يبقى اكبر من اللي فوق. الباور اللي تحت عندك هنا كام؟ اس واس يبقى اس سكويرد، واللي فوق اس، يعني الباور اللي تحت 1 2 واللي فوق 1. فكده نقدر نستخدم طريقه البارتشل فراكشن. طب فاضل لي ايه في المساله دي عشان اعرف احلها؟ فاضل لك انك تجيب ال A1 وال A2. طب ازاي اقدر اجيب ال A1 وال A2؟ تعال نشوف. لو انت عايز تجيب ال A1 هتاخد ال F of S كلها على بعضها، مش دي ال F of S كلها على بعضها، وهتضرب في ال S plus 1 بما ان ال A1 دي فوق ال S plus 1، هتضرب في ال S plus 1 فهتلاقي ان ال S plus 1 هتطير مع ال S plus 1، يبقى لك S plus 3 على S plus 2، وعوض ب S equal negative 1. مش معنى S equal negative 1 عشان انت شغال دلوقتي في الترم بتاع S plus 1، فهتعوض ب S equal negative 1 اكنك بتأكوله بزيرو يعني. لما تعوض ب S equal negative 1 هيطلع لك 2 على 1 اللي هي 2. كده انت جبت قيمة ال A1. طيب ازاي نجيب ال A2؟ نفس الكلام، هتاخد ال F of S كلها على بعضها وهتضرب في ال S plus 2 لان ال A2 فوق ال S plus 2، فهتلاقي ان ال S plus 2 هتصير مع ال S plus 2، يبقى عندك S plus 3 على S plus 1. هعوض ب S equal negative 2، لو عوضت هيطلع لك ب negative 1. كده انت جبت ال F of S، جبت ال A1 وال A2، يبقى ال F of S 2 على S plus 1 و negative 1 على S plus 2. الشكل ده بقى تقدر تعمل له inverse Laplace transform ولا لا؟ من الجدول. الجدول بيقول لي ان اللابلاس ترانسفورم بتاع e باور نيجاتيف اي تي بيساوي 1 على s بلس a، يبقى s بلس 1 دي كان اصلها e باور نيجاتيف تي، و s بلس 2 دي كان اصلها e باور نيجاتيف 2 تي، واحط ما بينهم الماينس. خد بالك بقى يعني ماينس 1 هتنزل زي ما هي وال 2 هتنزل زي ما هي. حد مش فاهم لغايه دلوقتي طريقه البارتشل فراكشن؟ هو باشمهندس بس عشان النت كان قطع، ممكن بس حضرتك تعيديها تاني يعني؟ هو الناس كلها ما سمعتش يعني، النت قطع عندي ولا عندك؟ لا لا عندنا عندنا. ماشي، ادي عندنا هنا ال F of S. تمام، انت وقفت عند اي حته؟ طيب هو قطع خالص ولا من اول A1 وال A2؟ هو قطع خالص بس عشان ما اخرش بس زمايلي، فانا ممكن نعيد الحته دي بس ونكمل في طيب احنا زي ما قلنا احنا بنستخدم الطريقه دي لو الباور بتاع الدينومينيتور اكبر من الباور بتاع النيوميريتور. طيب في الكيس دي احنا عندنا الباور بتاع الدينومينيتور اكبر من الباور بتاع النيوميريتور، فاقدر استخدمها. بتقسم الفراكشن بتاعك، عشان كده اسمها طريقه البارتشل فراكشن، فيبقى a1 على s plus 1 و a2 على s plus 2. طيب ازاي اجيب ال a1؟ لو عايز تجيب ال A1 هتاخد ال F of S كلها على بعضها وتضربها في ال S plus 1، فال S plus 1 هتصير مع ال S plus 1، يبقى لك S plus 3 على S plus 2، وبعد كده هتعوض ب S equal negative 1. مش معنى S equal negative 1، من تشغل في ال S plus 1 أكنك بتأكوله بزيرو، فيطلع ال S equal negative 1، فهيطلع الرقم ده ب 2، يبقى A1 ب 2. طيب ازاي اجيب ال A2؟ ال A2 برضو هتاخد ال F of S كلها على بعضها وهتضرب في ال S plus 2، فهتلاقي ان ال S plus 2 هتطير مع ال S plus 2، يبقى عندك S plus 3 على S plus 1. عوض ب S equal negative 2 يطلع لك negative 1. يبقى كده احنا جبنا ال F of S بتساوي 2 على S plus 1 negative 1 على S plus 2. الشكل ده بقى لو انت رحت الجدول تعرف تحله ولا لا؟ تعرف تحله، لان الجدول بيقول لك ان ال plus بتاع e power negative at بيساوي 1 على s plus a، يبقى ده معناه ان ال s plus 1 كان اصلها e power negative t، وال s plus 2 كان اصلها e power negative 2t، والارقام الكونستنت تنزل زي ما هي، يعني الاثنين هتنزل زي ما هي وال negative 1 تنزل زي ما هي. حد مش فاهم يا جماعه طريقه البارتشل فراكشن؟ مش مهندسه هي ايه بس ال u of t اللي انا ضربت فيها لما حولت؟ من اول السكشن خالص قلت لك ان اليو اوف تي دي اليونت ستيب فانكشن، اللي هي قيمتها بواحد وثابته عند الواحد بعد تي ايكوال زيرو، احنا بنضرب فيها عشان نقول له ان الفانكشن بتاعتي متعرفه من طول ما التايم اكبر من زيرو.
لكن لو التايم اقل من زيرو الفانكشن دي هتبقى قيمتها بزيرو. ليه بنعمل كده؟ لان احنا بنتعامل مع ريال تايم سيستمز. ريال تايم سيستم يعني سيستم حقيقي، في الحقيقه مفيش تايم بالنيجاتيف. انت لو شلت اليو اوف تي دي هي مش بتاثر في يعني مش هتاثر عن عندك في الدرجه. تمام تمام، ممكن الفرق مش موجودة لأن أنا بقولك هي قيمتها بواحد فمش بتأثر خالص في كل الحكاية. إن هي بتقول إن هي قيمتها بواحد لما التي تبقى أكبر من زيرو، لكن لو التي أقل من زيرو هي بزيرو، فده معناه إن الإف أوف تي كلها هتبقى بزيرو لو التي بالنيجاتيف. أنت ما حضرتش أول سكشن، لو أنت ما حضرتوش ده بيبقى شكل الستيب فان اليونت ستيب فانكشن، تبقى قيمتها بواحد طول ما التي أكبر من زيرو، لو التي أقل من زيرو هي بتبقى قيمتها بزيرو. تمام؟ تمام ماشي، شكرا. نرجع تاني للسلايد دي، احنا اتفقنا في اربع طرق، احنا خلصنا اول طريقة منهم. تاني طريقة بقى اللي هي اللونج ديفيجن، تعال نشوفها. طيب طريقة اللونج ديفيجن بستخدمها امتى؟ بستخدمها لو الديجري بتاع النيوميريتر اكبر من او بيساوي الديجري بتاع الدينومينيتر. يعني نبص هنا كده، الديجري بتاعت البسط اللي فوق بكام؟ اللي هو النيوميريتر باربعة، والديجري بتاعت المقام اللي هو الدينومينيتر بكام؟ باتنين. طالما اللي فوق اكبر من اللي تحت يبقى لازم استخدم طريقه اللونج ديفيجن. نقعد بقى نعمل لونج ديفيجن. يعني المسائل سهله بتاعت اللونج ديفيجن دي، بس بتحتاج ان الحد يركز كويس قوي عشان اي ساين غلط هتطير لك المساله كلها. واحده واحده بقى كده، انت عندك s بلس 4 بلس 2 s باور 3 بلس 3 s سكويرد بلس 4 s بلس 5، عايز تقسمها على s سكويرد بلس s. هتمسك اول ترم اللي هو ده اللي هو ال s بلس 4 و s باور 4 وتقسمه على ال s سكويرد. s بلس 4 لما اقسمه على ال s سكويرد هيدي لك كام؟ هيدي لك s سكويرد برضو. هتاخد ال s سكويرد ده وتضربه في ال s سكويرد بلس s كلها على بعضها. ف s سكويرد في s سكويرد هيدي لك s بلس 4، والاس في اس سكويرد هيدي لك اس باور 3، وبعد كده هتعمل الاثنين دول ماينس بعض. اس باور 4 ماينس اس باور 4 هيطلع 0، 2 اس باور 3 ماينس اس باور 3 هيطلع باس باور 3، والباقي هينزل زي ما هو. ال 3 اس سكويرد هتنزل زي ما هي، وال 4 اس وال 5. وابتدي اعيد نفس الكلام، هاخد الاس باور 3 واقسمها على الاس سكويرد. S باور 3 لما تقسمها على ال S سكويرد هيديلك S. هتاخد ال S دي وتضربها في الترم ده كله على بعضه. S باور 3 في S، S سكويرد في S هيديني S باور 3، وال S في S هيديني S سكويرد، ونفس الكلام هعملهم ماينس بعض. S باور 3 ماينس S باور 3 بصفر، 3 S سكويرد ماينس S سكويرد هيديني 2 S سكويرد، والباقي هينزل زي ما هو. ال 4 S هتنزل زي ما هي، وال 5 هتنزل زي ما هي. هنعيد نفس الكلام، هناخد ال 2 S سكويرد ونقسمها على S سكويرد. 2 S سكويرد لما تقسمها على S سكويرد يدي لك كام؟ يدي لك 2. هتاخد ال 2 ده كله على بعضه وتقوم ضربه في الترم ده، فهيبقى 2 S سكويرد بلس 2 S، ونفس الكلام هبتدي أعمل ماينس. 2 S سكويرد ماينس 2 S سكويرد بزيرو، 4 S ماينس 2 S ب 2 S، والخمسة هتنزل زي ما هي. هتوقف عند كده ليه؟ لأن أنت مش هينفع تاخد ال 2 S وتقسمها على S سكويرد، لأن ال 2 S ال S أصغر من ال S سكويرد. ده معناه إيه؟ معناه إن ال F of S بتساوي الترم اللي فوق ده اللي هو s سكويرد بلس s بلس 2، وان الجزء ده بنسميه الريميندر المتبقي. فالريميندر بتاعك 2 s بلس 5 على s سكويرد بلس s. ال s سكويرد بلس s بقى ممكن نكتبها s و s بلس 1. طب ليه عملت كده؟ لان الجزء المتبقي ده بقى انا اقدر احله بالبارتشال فراكشن. هحله بالبارتشال فراكشن ليه؟ لان هو بيخضع للقاعده ان الباور بتاع النيوميريتر اقل من الباور بتاع الدينومينيتر. النيوميريتر الباور بتاعه ب 1 والدينومينيتر الباور بتاعه ب 2، فهبتدي اعمل partial fraction، هقسم الفراكشن fraction جزئي. فهيبقى عندي هنا a1 على s، وهيبقى عندي هنا a2 على s plus 1. وبنفس الطريقه هبتدي اجيب ال a1 واجيب ال a2، مش هعيدها تاني بقى. ال a1 لو جبتها هتطلع ب 5،
وال A2 هتطلع بنيجاتيف 3. يبقى ده معناه ان ال F of S بتساوي S squared plus S plus 2 plus 5 على S plus 3 على S plus 1. طب انا كده استفدت ايه؟ استفدت ان الترمات البسيطة دي اقدر ابص في الجدول واعرف احلها. تعال نشوف، نمسك اول واحدة اللي هي البسيطة فيهم 3S plus 1. احنا لسه قايلينها في المسألة اللي فاتت، لما قلنا ان E power negative AT بيبقى 1 على S plus A. يبقى أنا لما أشوف 3 على S plus 1 مش دي هيبقى أصلها E power negative T، يبقى 3 في E power negative T. طبعا ال U of T أنا لسه شرحها لكم، ممكن تتعامل إنها مش موجودة خالص، مفيش مشكلة. طيب الخمسة على S، الخمسة على S دي ال constant اللي احنا اتكلمنا عنه، مش قلنا إن أي حاجة constant 5 هتروح 5 على S، 6 هتبقى 6 على S، يبقى الخمسة على S دي كان أصلها أصلا في التايم دومين 5. تعال بقى نشوف الاثنين، الاثنين ده رقم ثابت، يعني ممكن نقول ان هو 2 مضروب في 1. مش احنا قلنا ان اللابلاس ترانسفورم بتاع الامبلس بيساوي 1؟ يبقى الاثنين دي كان اصلها ايه في التايم دومين؟ كان اصلها امبلس، ولما عملنا لها لابلاس ترانسفورم بقت 2 في 1 اللي هي ب 2. يبقى انا كده خلصت من الثلاث ترمات دول، الاثنين كان اصلها امبلس، الخمسه على اس كان اصلها 5، التلاتة على S plus 1 كان أصلها 3 في E power negative T. فاضل بقى الترمين دول اللي هما ال S squared وال S. طيب لو رحت الجدول مش هتلاقيهم، بس تعال نفكر مع بعض. ال S دي ممكن تيجي منين؟ مش احنا اتفقنا ان التفاضل في التايم دومين بيبقى ضرب في S في الفريكوانسي دومين؟ طب مش هي الامبلس اصلا اللابلاس بتاعها بواحد؟ طب لو انا فضلت الامبلس دي في التايم دومين مش هيبقى ضرب في S في الفريكوانسي دومين، يعني هتبقى S في الF of S. طب ما الF of S اصلا بواحد، الF of S بتاعت الامبلس بواحد، فهيبقى S في واحد اللي هو بكام؟ بS. طيب لو انا خدت الامبلس وفضلتها مرتين، مش احنا قلنا ان التفاضل مرتين بيبقى ضرب في S squared، فانا اكني خدت الF of S وضربتها في S squared، والF of S اصلا بواحد، فS squared في واحد هيدينا S squared. يبقى ده معناه ان الS لما اشوفها في الS domain هيبقى اصلها ايه في التايم دومين؟ هيبقى اصلها الامبلس متفاضل مرة. طيب والS squared هيبقى اصلها ايه في التايم دومين؟ الامبلس متفاضل مرتين. كده الناس فهمت ولا لا؟ مش مهندس اسمح اتفضل. هو احنا ممكن نقول يعني تفاضل كونستانت عادي اللي هو الواحد مثلا مكان الامبلس دي، ولا لازم الامبلس؟ لا الامبلس مش زي الواحد، ده رقم كونستانت يعني فانكشن. بص انت لو قلت واحد دي معناها ايه؟ واحد في التايم دومين يعني فانكشن ثابته عند الواحد، تمام؟ لكن الامبلس هي فانكشن بيبقى ليها قيمه فقط عند الزيرو. القيمة دي ممكن تبقى أي حاجة على فكرة، ممكن تبقى واحد اتنين، ممكن تبقى صفر، ومش defined في أي حتة تانية، يعني حوالين الـ time axis هي مش defined، هي defined بس عند t equal zero. فلو قلت واحد بس دي حاجة تانية خالص، تمام؟ الـ impulse الـ plus transform بتاعها بواحد، لكن الـ impulse مش بواحد، ده الـ plus transform. يعني لما باخد الـ impulse وانقلها الـ S domain أو الـ frequency domain بتطلع ثابتة عند واحد، لكن هي أصلا في الـ time domain مش بواحد. هو اللي بيسأل معايا سامعني؟ طيب اه تمام، انا عامل ميوت بس عشان الدوشه. تمام فاهم انا بقول ايه ولا لا؟ هو الموضوع لخبط شويه بس تمام، يعني في الاول بس، بعد كده هتلاقوا الموضوع سهل قوي، هتتعودوا عليه. يعني هو ليه الاف اوف زيرو قلنا اللي هي بزيرو شلناها خالص؟ عشان دايما بنفترض ان الانيشال كونديشنز بصفر. هو ما قاليش في السؤال بفترضها بصفر يعني؟ اه دايما لو ما قالش في السؤال بتفترضها بصفر. حاجة تانية برضو عايز انبهكوا عنها، دايما الدكتور بيلعب فيها في الامتحان، يقولك ان السيستم ده في الايكوليبريم بوزيشن. اول ما يقولك ايكوليبريم بوزيشن يبقى كل الانيشال كونديشنز بزيرو، تمام؟ تيجي في الامتحان كتير قوي، اول ما يقولك السيستم ان ايكوليبريم بوزيشن يبقى ده معناه ان كل حاجه في الانيشال ستيت بزيرو، يعني الاف اوف زيرو بزيرو، والاف داش اوف زيرو بزيرو، كل حاجه بزيرو. هو عامة يعني يا جماعة في ناس، لو انت حسيت ان انت عايز بس امسح الكلام ده، لو انت حسيت ان الموضوع مضايقك او ان انت مش قادر تستوعبه قوي،
هو في الاخر هتلاقي نفسك اوتوماتيكلي كده عارف ان اول ما بشوف الاس هي امبلس متفضله مره، واول ما بشوف الاس سكواد هي امبلس متفضله مرتين. يعني انا شرحت لك هي جايه ازاي، بس انت ممكن تضيفها للجدول بتاعك ان الاس في الاس دومين دي اصلها امبلس متفضله مره واحده، والاس سكواد اصلها امبلس متفضله مرتين. تمام، ارجع بقى للصفحه الاصليه اللي احنا كنا شغالين فيها. احنا اتفقنا ان احنا عندنا اربع حالات: البارشل فراكشن، اللونج ديفيجن، الريبيتد بولز، الكونجوجيت بولز. طيب تعالى نمسك دلوقتي الحاله الثالثه اللي هي بتاعه الريبيتد بولز. الريبيتد بولز يعني ايه، او بنستخدمها امتى؟ الريبيتد بولز يعني انت بتلاقي في الدينومينيتور بول متكرر كذا مره، s بلس 1 باور 2 باور 3 باور 4، عشان كده بنسميها الريبيتد بولز. طيب بنفكها ازاي؟ مش هينفع تقول يعني الكومن ميستيك اللي الناس بتعملها يقول ان هفكها s بلس 1 و s بلس 1 و s بلس 1. لا، ارجع للماس بتاع السنه اللي فاتت، الريبيتد بولز مش بتتفك كده، هي بتبقى s بلس 1 و s بلس 1 سكويرد و s بلس 1 باور 3. كل سنه الدكتور بيجيبها في الامتحان، وكل سنه الناس بتعملها غلط وبتعمل له s بلس 1 و s بلس 1 و s بلس 1. لا، هي s بلس 1 s بلس 1 سكويرد s بلس 1 باور 3، ولو كانت باور 4 كنا هنزود ترم كمان ان هي s بلس 1 باور 4. و3 كونستنتس بقى اللي هو a بلس 1 و a2 و a3. نجيب ازاي ال a1 وال a2 وال a3؟ طبعا مش هتنفع، مش هينفع نجيبهم بالطريقه الاولانيه اللي هي كنت باخد الاف اوف اس واضربها في الاس بلس 1. يعني في مرحله معينه لو انت ضربت في الاس بلس 1 هيبقى عندك اس بلس 1 فوق وتحت، فهتعوض في الاثنين بنيجاتيف 1، فالاثنين هيطلعوا بزيرو، زيرو على زيرو هيدي لك قيمه undefined، فما ينفعش نحلها كده. امال بنعمل ايه؟ بعد لما فكيت البراكتس بترجع تجمعهم تاني، بس بتجمعهم تاني بدلاله الاي 1 والاي 2 والاي 3، يبقى كأننا بنوحد المقام. طب هنوحد المقام ازاي؟ هنوحده في s بلس 1 باور 3. يبقى انا a1 دي محتاجه اضربها في كام عشان تبقى s بلس 1 باور 3؟ محتاجه اضربها في s بلس 1 سكويرد. طب و a2 هضربها في s بلس 1، والa3 مش هضربها في حاجه خالص، ده common denominator عادي جدا. بعد كده هتبتدي تفك البراكتس بتاعتك، فهيبقى a1 في s سكويرد، ال s بلس 1 سكويرد دي هتبقى s سكويرد بلس 2 s بلس 1، هنضربها في a1، فهيبقى a1 s سكويرد بلس 2 a1 في ال s بلس a1. ال a2 هتدخل على البراكت ده، فهيبقى a2s بلس a2، وال a3 هتفضل زي ما هي. بعد كده هتبتدي تجمع الكوفيشنتس. هجمع الكوفيشنتس ازاي؟ انت عندك هنا ال s سكويرد، خلاص هو ترم واحد بس، فهيبقى a1 s سكويرد. طيب ال s، لا ده ال s معاها 2 ترمز، 2 a1 في ال s و a2 في ال s، يبقى هاخد ال s common factor، هيبقى عندي 2 a1 و a2 في ال s. بعد كده ال free terms هجمعها كلها مع بعضها، ال free terms اللي هي a1 و a2 و a3 اهم، ادي a1 و a2 و a3. بعد ما وصلت للشكل ده، الشكل ده بقى شبه الشكل اللي فوق بالظبط، تقدر تحل بالمقارنة. مقارنة ايه؟ هنقارن ال coefficients مع بعض. الكوفيشنت هنا بتاع ال s سكويرد ب a1، الكوفيشنت هنا بتاع ال s سكويرد ب a1، لكن فوق الكوفيشنت بتاع ال s سكويرد بكام؟ بواحد. يبقى اكيد ال a1 بتساوي واحد. ادي انا كده عرفت اجيب ال a1. طيب تعالى نشوف الكوفيشنت بتاع ال s. الكوفيشنت بتاع ال s ب 2، والكوفيشنت بتاع ال s هنا ب 2 a1 بلس a2، يبقى ده معناه ان 2 a1 بلس a2 ب 2، وانت عارف ان ال a1 ب 1، فهيبقى 2 في 1 اللي هو 2 بلس ال a2 ب 2، 2 هيطير مع 2 يبقى ال a2 بتاعتك بصفر. طيب التلاته، التلاته اللي هو الفري ترم، يبقى ده معناه ان لو قارنت، بص ده 3 وده a1 بلس a2 بلس a3، يبقى ده معناه ان a1 بلس a2 بلس a3 بيساوي 3، وانت عارف ان ال a1 ب 0، وعارف ان سوري عارف ان ال a1 ب 1 وان ال a2 ب 0، يبقى ال a3 هيطلع في الاخر بيساوي كام؟ 2.
فانت كده قدرت تجيب الـ A1 والـ A2 والـ A3، بس خد بالك ان الـ A2 بزيرو، فده معناه ان الترم ده هيطير اصلا تماما. الـ A1 بواحد والـ A3 باتنين، يبقى الشكل عندك في الاخر يبقى الـ F of S بواحد على S واتنين على S plus 1 power 3. هنروح نبص في الجدول، الجدول هيقول لك ان واحد على S plus 1 هتبقى ايه في التايم دومين؟ هتبقى E power negative T، يبقى هو واحد على S plus 1 هتبقى E power negative T. ده الترم الاولاني. طيب تعالى نشوف الترم التاني اللي هو اتنين على S plus 1 power 3، ده هيبقى ايه بقى في التايم دومين؟ تعال نفكر كده، لو انت مسكت الواحد على S plus 1، الواحد على S plus 1 أصلها في التايم دومين أصلا E power negative T، لو انت فضلت الواحد على S plus 1 مرة هيطلع لك negative 1 على S plus 1 squared، ولو انت فضلتها مرتين هيطلع لك 2 على S plus 1 power 3. يبقى ال 2 على S plus 1 power 3 هي 1 على S plus 1 متفضلة مرتين. احنا اتفقنا ان الضرب في التايم في التايم دومين هو بشمهندس حد عمل لك ميوت. لسه معاني كده؟ تمام. طب انتوا اخر حاجه سمعتوها ايه؟ لو التفاضل اللي في ايه ده حاجه الديفرنشال بتاع التاني. تمام. اهو يا جماعة احنا دلوقتي خدنا اول ترم اللي هو واحد على S plus 1، واحد على S plus 1 ده اصله كان E power negative T، دي كويسة. تعال نشوف تاني ترم اللي هو 2 على S plus 1 power 3، تعال نفكر فيها. لو انت خدت واحد على S plus 1 وفضلته مرة هيدي لك negative 1 على S plus 1 squared، طيب لو فضلته مرتين هيدي لك 2 على S plus 1 power 3، يبقى ده معناه ان الاثنين على S plus 1 power 3 هي في الاساس واحد على S plus 1 بس متفضلة مرتين. طب امتى بفاضل في الاس دومين؟ مش احنا اتفقنا ان انا لو ضربت في T في التايم دومين بيبقى تفاضل في الاس دومين، ولو ضربت في T squared هيبقى تفاضل مرتين، ولو ضربت في T power 3 هيبقى تفاضل ثلاث مرات. يبقى ده معناه ان انا ضربت في التايم دومين في تي سكوير. طب ضربت ايه؟ ما هو الواحد على اس بلس 1 اصلها اصلا في التايم دومين اي باور نيجاتيف تي، لما انت تضربها في تايم سكوير، لما نضربها في تي سكوير ده هيخليك تفاضلها مرتين في الاس دومين. يبقى ده معناه ان الترم ده كان اصله ايه في التايم دومين؟ كان اصله تي سكوير في اي باور نيجاتيف تي اهو. يبقى e power negative t plus t squared في e power negative t، لو خدنا ال e power negative t common factor يبقى لك هنا 1 plus t squared. تمام يا جماعة؟ يبقى بس عندها احنا قلنا بالتريلا بتاع الديفرنشيشن برضو. طب ما احنا مش احنا اثبتنا في الاول حاجة اللي احنا لو ال plus transform بتاع t عبارة عن اللي هي 1 على s تقريبا. طب انا ممكن لو انا عندي تي باور ان اجيب لها البلس ترانسفورم يبقى فاكتوريال ان على الاس باور ان بلس 1 واعمل كده واشيل. معلش مش فاهمه قصدك، ايه علاقه الفاكتوريال بالموضوع؟ هي لسه معاني ولا الصوت اتقطع ولا ايه؟ انا مش سامعاني خالص. لا تمام سامعاني. طب الولد اللي كان بيه انت عامل لي ميوت تقريبا. حد عامل لي ميوت تقريبا. انا بقول لو احنا بنجيب لها بلس ترانسفورم للرام فانكشن اللي هي تي صح؟ تمام كده ساعتها بلس ترانسفورم لتي. لا انت اصلا الاي باور نيجاتيف تي الواحد على اس بلس 1 دي اصلا جايه من الاكسبوننشال. انا فاهم دي. انا بتكلم على مثلا انا هفترض بقى ان هي لو انا عايز اجيب لها بلس ترانسفورم لتي باور ان فالبلس ترانسفورم بتاع ان هي عباره عن فاكتوريال ان
على الاس باور ان بلس 1. انت عايز تقول ان انا ليه ما اعتبرش ان الفانكشن دي كان اصلها تي سكويرد زي الرامب مثلا وانا ضربتها في اكسبوننشال، او عايز تقول ان هي كان اصلها بالظبط طيب كان اصلها تي سكويرد فتعمل كده، وانا ممكن اشيل كل اس وحط اس بلس 1 فكانت شيفتد. مفيش مشكله، ممكن تقول ان التي سكويرد اصلها واحد على اس سكويرد ليه فاكتور ال ان ان بلس 1، هي دي المفروض الفورمولا بتاعتها. بس هي دي عند انا ما شرحتها لكوش اصلا، يعني ما ادتلكوش التي سكويرد، بس لو انت فاكرها من السنه اللي فاتت تمام، ان انت تقول ان التي سكويرد اصلها بيبقى واحد على اس باور 3، وعشان هنا واحد على S plus 1 power 3 فانا عملت shift في الS، يبقى الشيفت في الS domain بيبقى ضرب في extension. ممكن طبعا بيبقى في كذا طريقة كلهم بيوصلوا لنفس الحل. طيب كده احنا خلصنا inverse the plus، خلاص هنا يا جماعة فاضل 3 slides ان شاء الله هنخلص section. عايزة بس الجزء ده مهم وبيكتير في الامتحان، هنطبق عليه كل حاجه بقى خدناها في لابلاس وانفرس لابلاس. يعني السؤال مش بيجي لك مباشره كده انفرس لابلاس، هو دايما بيجي لك سولف الديفرنشال ايكويشن. هندسه اتفضل. احنا اتكلمنا على الكونجكت بولز اللي قلناها في الاول ولا لا؟ ايه ده انا ما قلتش الكونجكت بولز. طيب نرجع الاول للكونجكت بولز قبل الريبيتد بولز عشان دي مهمه جدا، اصلا مش هنقدر نحل من غيرها. طيب اخر نوع عندنا، نرجع للسلايد دي، احنا اتفقنا عندنا ثلاث طرق: partial fraction, long division, repeated poles. اخر حاجه عندنا الconjugate poles. ايه بقى موضوع الconjugate poles؟ الconjugate poles يعني لما تيجي مش عارف تعمل لها اصلا factorization، يعني ما تحطها على الكالكوليتر يدي لك ارقام imaginary. يعني لو حطيت ده على الكالكوليتر هتلاقي ان البولز بتاعته نيجاتيف 1 بلس 2 اي ونيجاتيف 1 ماينس 2 اي. imaginary poles يعني. طيب نحل ازاي بقى؟ ازاي نقدر ان احنا نحل الكومبلكس كونجكت بولز؟ اول ما تلاقي كومبلكس كونجكت بولز اتاكد ان هي هيبقى اصلها ساين وكوزاين. قبل ما اكمل عايز افكرك بحاجه، اللابلاس ترانسفورم بتاع ساين اوميجا تي كان ايه؟ اوميجا على اس سكويرد بلس اوميجا سكويرد. طب لو ضربت في اكسبوننشال الفا تي، احنا قلنا الضرب في اكسبوننشال في التايم دومين بيبقى الشيفت في الفريكوانسي دومين. فلو انت ضربت في الفا في اكسبوننشال الفا تي هتشيل كل اس وتحط مكانها اس بلس الفا. نفس الكلام الكوزاين، الكوزاين اصلها اس على اس سكويرد بلس اوميجا سكويرد، لكن لو ضربت في اكسبوننشال هيبقى اصلها اس بلس الفا، وتحت برضو هيبقى اس بلس الفا سكويرد. يعني هتشيل كل اس وتحط مكانها اس بلس الفا. اللي انا عايز اقوله لك انك اول ما تلاقي الشكل ده، يعني مثلا لو لقيت هنا 5 ولقيت هنا اس بلس 1 سكويرد بلس 5 سكويرد، اتاكد ان الشكل ده هيبقى ده في الاس دومين. يبقى في التايم دومين كان عامل ازاي؟ كان ساين اوميجا تي اللي هو 5 تي، يبقى ساين 5 تي والالفا بتاعتك بواحد، فهيبقى اي باور نيجاتيف تي في ساين اوميجا تي يعني ساين 5 تي. الشكل ده هيتكرر كتير جدا وهتشوفه كتير طول السنه. يبقى اول ما الاقي الشكل ده انا عارفه ان هو ساين وكوزاين، بس عشان الاس معمول لها شيفت فالشيفت ده بيترجم لضرب في اكسبوننشال في التايم دومين. تمام؟ الكومبلكس كونجكت بول سرها عشان تعرف تحلها انك لازم توصلها لشكل من الشكلين دول. يعني البولز الكونجكت السخيفه اللي احنا مش عارفين نحلها لازم في الاخر اوصلها للشكلين دول. طب هوصلها ازاي بقى للشكلين دول؟ هي طريقه ثابته ما بتتغيرش. انت عايز يظهر عندك اس بلس الفا، فانت لازم تتصرف وتخلي اس بلس الفا سكويرد يظهر، يعني لازم الشكل ده يظهر. طب هيظهر ازاي؟ هتخليه يظهر بالعافيه، هتاخد الرقم اللي جنب الاس
انت عندك اس سكويرد بلس 2 اس بلس 5 ممكن يبقى اي حاجه تانية، ممكن يبقى اس سكويرد بلس 12 اس بلس 9 اس سكويرد بلس 8 اس بلس 15. خد الرقم اللي جنب الاس واقسمه على 2، ال 2 لما تقسمها على 2 هيدي لك كام؟ هيدي لك 1. يبقى هتخلي الشكل بتاعك هو اس بلس 1 سكويرد. هتقولي طب ما انا كده بوظت المساله، يعني انا خدت الاس سكويرد بلس 2 اس بلس 5 خليتها اس بلس 1 سكويرد. الاس بلس 1 سكويرد دي انت لو فكيتها هتدي لك ايه؟ هتدي لك اس سكويرد بلس اس بلس 1. بس المساله اصلها كان سوري هتدي لك اس سكويرد بلس 2 اس بلس 1، بس المساله كان اصلها اس سكويرد بلس 2 اس بلس 5. يبقى انت فاضل لك قد ايه عشان توصل للشكل اللي فوق؟ فاضل لك 4. يبقى لازم ازود هنا 4. طب ليه كتبتها في شكل 2 سكويرد؟ لان انا عايزه المنظر عندي يبقى كده، يبقى اوميجا سكويرد، فالأربعة بتساوي 2 سكويرد. دي اول خطوه. طيب هل انا وصلت للشكل اللي تحت ولا لسه؟ انت قربت توصل للشكل اللي تحت. طب هنوصل له ازاي؟ هنوصل له لما يبقى عندي فوق اس بلس الفا او اوميجا. طيب بس انا ما عنديش فوق اس بلس الفا، امال انت عندك ايه؟ انت عندك 2 اس بلس 12. هنحاول برضو بالعافية نخليها S بلس ألفا. طب هنعمل كده ازاي؟ انت عايز يبقى عندك فوق، انت هنا عندك S بلس ألفا يعني عندك S بلس 1، فعايز فوق يبقى عندك S بلس 1 برضو. خلاص هحط فوق S بلس 1، بس انت هنا عندك 2 S، فهحط هنا 2 عشان احافظ على ال 2 S. طب ما الشكل ده هيبقى عبارة عن 2 S بلس 2. هل انت عندك 2S بلس 2؟ لا، ده انا عندي 2S بلس 12. يبقى انت فاضلك كام؟ فاضلك 10. فهنحط في الترم ده كده 10، بحيث ان انت لو جمعتهم على بعض هيطلع لك 2S بلس 12. يبقى الشكل ده كده، الشكل اللي ناحية اليمين ده شبه الكوزاين ولا لا؟ شبه الكوزاين بالظبط. خلاص ده كده تمام، ده بقى في الشكل اللي انا عايزاه، S بلس الفا على S بلس الفا سكويرد بلس اوميجا سكويرد. تعالى بقى نبص على الشكل اللي في الشمال. الشكل اللي في الشمال عشان يبقى شبه الشكل اللي انا عايزاه لازم يبقى هنا اوميجا، يعني الرقم ده لازم يكون 2. خلاص مفيش مشكله، انا هنزله ب 2 بس في نفس الوقت هضرب هنا في 5. طب ليه هتضرب في 5؟ هتضرب في 5 عشان يفضل 10 زي ما هو، 5 في 2 ب 10. الاشكال اللي قدامك دي، هل دي الاشكال اللي احنا عايزينها؟ هي دي الاشكال اللي احنا عايزينها. احنا اتفقنا لو انا عندي اوميجا على اس بلس الفا سكويرد بلس اوميجا سكويرد هتنزل هتبقى ساين اوميجا تي مضروبه في اي باور نيجاتيف الفا تي، الالفا بتاعتك بواحد، والخمسه هتنزل زي ما هي. الاثنين هنا برضو هتنزل زي ما هي، والشكل ده شبه الشكل بتاع الكوزاين، فهيبقى كوزاين اوميجا تي في اي باور نيجاتيف الفا تي. تمام كده. الكونجيجيت بولز مشهوره جدا وبتيجي كتير في الامتحان. هي اول تريكه فيها الريفمه انك تاخد الرقم اللي جنب الاس تقسمه على الاثنين. اول ما هتاخده تقسمه على الاثنين هيبقى عندك هنا اس بلس 1 سكويرد. عشان تحافظ ان الدينومينيتور يفضل زي الدينومينيتور هيبقى فاضل لك 4، فالاربعه دي ممكن اكتبها 2 باور 2. كل اللي انت هتعمله انك هتحاول تخلي المنظر ده يوصل للمنظرين دول. حد عنده سؤال يا جماعه لغايه دلوقتي قبل ما اخش في solving differential equations؟ طيب كويس قوي. solving differential equations يعني ايه بقى؟ موضوع solving differential equations دي دلوقتي انت ساعات بيبقى عندك differential equation عايز تحلها. انا عارفه ان انتوا خدتوا السنه اللي فاتت طريقه الحل بالauxiliary equation واصلا دي ممكن نعمل لها differentiation عادي وauxiliary equation والدنيا تبقى سهله جدا. بس في ساعات differential equations بتكون صعبه ومعقده ما نقدرش اصلا نحلها في التايم دومين. هو ده اللي انا قلته لك في الاول، احنا بناخد الايكويشن بتاعتنا نرميها في الاس دومين ونحلها هناك ونرجع بيها التايم دومين تاني. بمعنى ايه؟ انت بتحاول تجيب الاكس اوف اس، يعني بتحاول تجيب الاكس في الاس دومين. انت هدفك يعني ايه اصلا سولفنج الديفرنشال ايكويشنز يا جماعه؟ ان يعني انت عايز تجيب الاكس اوف تي بتساوي كام، هي دي سولفنج الديفرنشال ايكويشن، عايز تجيب الاكس اوف تي. ممكن الديفرنشال ايكويشن تبقى معقده جدا فمفيش ولا طريقه نفهم، انا مش عارفه اجيب الاكس اوف تي، فالحل ان انا هروح الاس دومين.
هروح اجيب الاكس اوف اس، وبعد ما اجيب الاكس اوف اس في الفريكوانسي دومين او الاس دومين هرجع بيها تاني للتايم دومين، فهعرف اجيب الاكس اوف تي. طب والكلام ده يعني لابلاس ترانسفورم هيساعدك بايه؟ لابلاس هيخليك تتخلص من الديفرنشيشن، لان احنا اتفقنا ان الديفرنشيشن في التايم دومين هو ضرب في اس في الفريكوانسي دومين، فانت هتخلص من الديفرنشيشن وهتستبدل عنه بضرب في الاس دومين. افكرك ان احنا قلنا ان تفاضل الاكس اوف تي لو فضلت مره بضرب في اس مره هيبقى اس في الاكس اوف اس. مين الاكس اوف اس دي؟ اللي هي الاكس في الاس دومين ماينس الاكس اوف زيرو. الاكس اوف زيرو اللي هي اكس عند تايم ايكوال زيرو. ولو فضلت مرتين يعني الاكس دبل دوت اللي هي الاكس اوف تي متفضله مرتين هتضرب في اس سكويرد، يبقى هيبقى اس سكويرد مضروبه في الاكس اوف اس ماينس اس في الاكس اوف زيرو ماينس الاكس دوت اوف زيرو. هو مدي لك في المساله الاكس اوف زيرو بايه ومدي لك الاكس دوت اوف زيرو ببي. هعمل ايه؟ هروح اعوض، هجيب لابلاس ترانسفورم بتاع الايكويشن دي بتاع الاكس دبل دوت بلس 3 اكس دوت بلس 2 اكس. الاكس دبل دوت احنا لسه قايلين اهو هتبقى اس سكويرد في الاكس اوف اس ماينس الاس في الاكس اوف زيرو، والاكس اوف زيرو بيساوي ايه فهيبقى ماينس اي اس ماينس الاكس دوت اوف زيرو، والاكس دوت اوف زيرو بيساوي بي فهيبقى ماينس بي. بعد كده بلس 3 اكس دوت، احنا اتفقنا ان الاكس دوت هتروح ازاي في الاس دومين، هتبقى اس في الاكس اوف اس ماينس الاكس اوف زيرو اللي هو ايه. هنا بس انا عايزه انبه عليكم في حاجه، ان الناس دايما بتنسى رقم 3 او بتنسى تضرب في الكونستنت، وعشان كده المساله بتبوظ منهم ومش بيعرف يكملها، والدكتور بيحاسب على الموضوع ده، فما تنساش تضرب في الكونستنت. طيب واتنين في الاكس، الاتنين هتنزل زي ما هي، والاكس اوف تي اللابلاس بتاعها هيبقى الاكس اوف اس. فانت بقى عندك المنظر ده في الاخر. انت عايز مين؟ انت اصلا عايز الاكس اوف اس. انا قلت لك الهدف اللي احنا بنسعى له اصلا ان احنا نجيب الاكس اوف اس عشان اعرف بعد كده اجيب الاكس اوف تي. طيب هتجيب الاكس اوف اس ازاي؟ هناخدها كومن فاكتور، هتاخد الاكس اوف اس كومن فاكتور، هيبقى عندك اس سكويرد بلس 3 اس بلس 2، ودول الفري تيرمز هيروحوا الناحيه الثانيه. هعيش الاكس اوف اس لوحدها هيبقى اي اس بلس بي بلس 3 اي مقسومه على اس سكويرد بلس 3 اس بلس 2. الشكل ده بقى شكل جميل تقدر تحله بالبارتشال فراكشن. الاس سكويرد بلس 3 اس بلس 2 هتبقى اس بلس 2 واس بلس 1. بعد كده هنحط كونستنت هنسميه اي 1 وكونستنت هنسميه اي 2. بنفس الطريقه تعرف تجيب الاي 1 زي ما علمتك في البارتشال فراكشن وتعرف تجيب الاي 2. يبقى الx of s هتطلع بتساوي a plus b s plus 2. واحنا معوضنا لقينا الa1 بنيجاتيف a plus b، ولقينا الa2 ب2 a plus b، فهعوض هنا هلاقي ان الx of s بنيجاتيف a plus b على s plus 2 و2 a plus b على s plus 1. تعرف بقى تجيب inverse Laplace transform للشكل ده ولا لا؟ تعرف ان شاء الله. الكونستنت هينزل زي ما هو، والs plus 2 هي e power negative 2t، والكونستنت اللي هو 2a plus b هينزل زي ما هو، والاس بلس 1 هتبقى e power negative t. وهو ده الهدف من المساله، انك تحل الديفرنشال ايكويشن الصعبه اللي انت ما كنتش عارف تحلها في التايم دومين، لابلاس خلاك تروح الاس دومين وتجيب الاكس اوف اس وتعرف ترجع بسهوله من الاكس اوف اس للاكس اوف تي. حد مش فاهم لغايه دلوقتي؟ مش مهندسه لو سمحتي. اتفضلي. معرفتش بس احنا ازاي بدأنا المسألة، يعني الجزء بتاع ان احنا جبنا الديفرنشيشن ده مش عارفة جبناه ازاي. الديفرنشيشن مش الاكس دبل دوت دي معناها ايه؟ مش معناها ان دي اكس متفضلة مرتين؟ دي الاكس دبل دوت ايوه متفضلة مرتين. والاكس دوت دي معناها ان هي اكس متفضلة مرة واحدة. بالظبط. تمام. بس انا كل اللي انا عملته ان انا ايه شلت الاكس، ما انا عايز اجيب لابلاس ترانسفورم بتاع المعادله كلها على بعضها، فروحت اجيب لابلاس ترانسفورم بتاع كل واحده منهم. استني بس امسحك عشان ايه تشوفي الدنيا كده. انت بتحاولي تجيبي لابلاس ترانسفورم بتاع المعادله كلها على بعضها اهو، ال بتاع اكس دبل دوت بلس 3 اكس دوت بلس 2 اكس. فبنمسك ترم ترم، الاكس دبل دوت لابلاس بتاعها هيبقى ايه؟ اهو اس سكويرد في الاكس اوف اس ماينس اس في الاكس اوف زيرو ماينس اكس دوت اوف زيرو.
دي الحاجات اصلا يعني بنحط التفاضل بتاعه كامل يعني، صح؟ اللي هي دي الرولز اللي كانت في الاول. الرولز اهي مكتوبه قدامك اهي. تمام، انا بستخدم القانون بس. اصل حضرتك في الاول قلت ان احنا دول هيبقى غالبا بصفار، فانا ما فهمتش. بيبقى غالبا بصفار طالما الدكتور ما جابش سيرتهم، بس هو في المساله قلت لك هو هنا مديك انيشال كونديشنز. فاين، شكرا يا باشمهندس. لا، حد تاني عنده اسئله؟ باشمهندس اتفضل. ماشي، بس اعمل ميوت. هو حضرتك انت فرضت الاي مرتين، المفروض ده الثابت غير الثاني يعني، في اخر السطر خالص. هنا اي وبي، هنا عملتهم اي 1 واي 2. انا في اخر السطر خالص. لا السلايد اللي قبليها يعني، في اللي هي الاي اف اس، تمام؟ دي الخاصه بالاكس دبل داش. طب الاكس داش دي فرضنا ايه برضو؟ طب مش كده دي نفس الايه؟ هي اكس الاكس اوف زيرو. يعني ايه الاكس اوف زيرو؟ يعني قيمه الاكس عند تايم ايكوال زيرو، ما هي اكيد هي. تمام الرقم ده ممكن يدولك في الامتحان بتلاتة باربعة. تمام صح. سوري خالص باشمهندس، معلش اتفضل. هو مش هنا لو انا بفاضل مره واحده بس هحط نيجاتيف تقريبا، يعني في اللي هو الترم اللي في النص ده. انهي ترم؟ الترم اللي في اخر سطر. لا، انت لو ضربت في تي لما بتروح الاس دومين بتعمل نيجاتيف 1 باور ان، هنا العكس، ده احنا مفضلين في التايم ورايحين للاس دومين، مفيش نيجاتيف. انت سامعني؟ جماعة انتوا سامعيني ولا صوت قطع ولا هو اللي صوته قطع؟ الصوت شغال يا باشمهندس. اللي بيسأل، بص انت دلوقتي بتفاضل، مش عارفة بقى انت سامعني ولا لا، بس انا اقول لك الاجابة. احنا لما بنفاضل في التايم دومين ده بيبقى ضرب في اس في الاس دومين. انت هنا بتتكلم بقى على العكس، ان انا لما ضربت في تي في التايم دومين بعمل نيجاتيف 1 باور ان وفاضل في الاس دومين. اي اسئله تانية؟ طيب ميرسي ليكو، انا كده خلصت. ان شاء الله ما فيش سكشن الاسبوع الجاي، يعني مش هنتقابل يوم الاثنين، بس هنتقابل في المعمل يوم الخميس. هو مش هيبقى معمل يعني، هيبقى في المدرج. اكيد الدكتور نبه عليكو ان انت لازم تجيب اللابتوب بتاعك مشحون، لان احنا هنعمل ماتلاب اساينمنتس مع بعض. ميك شور ان انت تنستول الماتلاب وان هو يكون شغال. مش هينفع طبعا ان اتنين يقعدوا على نفس اللابتوب او كده، فلو سمحتوا كلكم هاتوا اللابتوبس بتاعتكم وانتوا جايين. فان شاء الله نتقابل يوم الخميس اللي بعد الجاي على حسب المواعيد اللي في الجدول، يعني مش هنغير اي حاجه، نفس المواعيد اللي في الجدول، كل واحد يحضر في سكشنه. وبليز ما حدش يحضر في ميعاد تاني، عشان بس ما نبقاش كلنا متكدسين في نفس الوقت في حته واحده. لا باشمهندس كده يبقى لبس بالظبط، اسبوع سكاشن واسبوع لبات. يعني يوم الاثنين ده يبقى للسكاشن بس ولا ايه؟ مش فاهم. اسبوع واسبوع، يعني لو انت الاسبوع ده عندك سكاشن هيبقى يوم الاثنين، لو عندك لبات يبقى هتشوفني يوم الخميس. تمام. الاسبوع ده احنا ما عندناش لبات، يبقى احنا مش هنتقابل يوم الخميس. بالظبط. الاسبوع اللي بعده ما عندناش سكاشن، يبقى مش هنتقابل الاثنين، بس هنتقابل الخميس في الجامعه بقى. تمام. ماشي، شكرا. نعم. مش مهندس، هو الاوكتيف يغني عن الماتلاب ولا لازم يغني؟ يغني. تمام، شكرا يا مهندس. لا شكرا ليكم جميعا، سلام عليكم.